وإنما حتى ولو أردنا زيادة الرزق من جميع أنواعه إضافة إلى زيادة الرزق من الناحية المالية، علينا بهذه الأمور التي أرشدنا إليها الإسلام في آيات القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، أنا سألخص هذه الأمور في ثلاثة أشياء. أول شيء نستطيع أن نطلق عليه التقوى والشكر، والثاني البر والصلة، والثالث الدعاء والاستغفار. يعني الثلاث مصطلحات دول ينبغي أن نركز عليه، التقوى والشكر. التقوى والشكر بمعنى تقوى الله سبحانه وتعالى، والشكر أن نشكر الله عز وجل. تقوى يعني معناها يسير، يعني حتى لما تسمع كلمة التقوى لا تظن أنك ستصبح بين عشية وضحاها ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. أي نعم، واحد يتمنى أن يكون من أولياء الله الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن التقوى في أوضح معانيها أن يعمل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن معصية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعات معينة ينبغي علينا أن نقوم بها، نهانا عن أشياء معينة ينبغي علينا أن نبتعد عنها، وكلنا يعرفها حتى ولو كان الإنسان جاهل بكثير من الأحكام، ولكن معظم الأحكام واضحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، إن اشتبه عليك شيء فعندك العلماء والفقهاء تستطيع أن تستفتيهم. فالتقوى العمل بالطاعة البعد عن المعصية تكون النتيجة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف، يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من وجه كان لا يخطر على باله يأتيه الرزق. وسمعتم قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كل هذا متوقف على التقوى، أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. الله سبحانه وتعالى ييسر له أموره. أضف إلى التقوى موضوع الشكر، شكر لأنك أنت من خلال شكرك لله سبحانه وتعالى بتستجلب نعم الله سبحانه وتعالى عليك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان حينما يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى أو يحتقر نعم الله سبحانه وتعالى عليه فكأنه يجلب إلى نفسه المزيد من الآلام والمزيد من المتاعب. نوضح الأمر. أنت مثلا حينما يسألك إنسان يقول لك كيف حالك فتقول له الحمد لله، ليتك تسكت عند الحمد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. حينما تأكل تقول الحمد لله، حينما تشرب تقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. كلمة الحمد لله تملأ ميزان حسنات الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قوله الحمد لله دي تملأ ميزان حسناتك. لكن المهم أن تقول الحمد لله ليست مجرد كلمات تقولها باللسان، إنما الحمد هو تعبير باللسان عما هو موجود في الايه؟ في القلب. يعني انت حينما تقول الحمد لله بفعلا انت راض بما اعطاك الله وقانع بما اعطاك الله، كما قال الله سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اعبد الله واشكر الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خاطب الله موسى قال له فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، يعني دائما كن من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. لكن للاسف الشديد القليلين هم الذين يشكرون الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي ليه الشكور. خليك انت من القليل، هؤلاء الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. نعود الى ما كنا نتحدث فيه من باب الحمد. ولذلك انت حينما تكون في الصلاه في بعد ركن الركوع وانت راكع ماذا تقول حينما تريد ان تقف مره اخرى؟ تقول سمع الله لمن حمده. الله سبحانه وتعالى يسمع لمن يحمده، يسمع لحمدك. حينما تقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسمع لك. معنى هذا الكلام سمع الله، الله سبحانه وتعالى يسمع لك حينما تحمده. ولذلك بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ايه طيبا مباركا فيه. فكونك تقول الحمد لله لا تتبعها بالتشكي ولا تتبعها بالتسخط. بمعنى كما قلت ربما حينما يسألك إنسان واحد من أصحابك ولا واحد من أصدقائك ولا حتى واحد يعني لا هو صاحب ولا زميل ولا صديق، بس هو مجرد ممكن تكون جلست معه في بار ولا ما ولا ولا وركبت معه سيارة بيقول لك يعني كيف حالك، فبتقول له الحمد لله. وبعدين تبدأ في الايه في سلسلة من الشكوى، مشكلة في العمل، مشكلة في صحية، مشكلة في كذا، مشكلة في كذا.
فأنت حينما تشتكي أولا أنت تشتكي الخالق إلى المخلوق، وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت حينما تشتكي بتجلب إلى نفسك هذا أولا الذي تشتكي له لن ينفعك في شيء، بل ربما لو كان يعني يضمر لك شيئا ما فربما يفرح فيك. تعرف يعني كثير من الناس سبحان الله ربما يفرح بمصائب إخوانه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولو كان صديقا حميما لك هتحزنه، فبالتالي حينما تقول الحمد لله تسكت على هذا الأمر وخلي الشكوى بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا قال الله سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ يعني أنت بدل ما تقعد تشكي لواحد من الناس اشتكي لله سبحانه وتعالى، أسجد لله سبحانه وتعالى وتكلم وتحاور مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال فاسجد واقترب. حينما تكون ساجدا أنت في معية الله، أنت في صحبة الله عز وجل، تكلم مع الله سبحانه وتعالى بما تشاء. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيه؟ وهو ساجد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا ما سنبينه من بعد. فموضوع التشكي كما قلت يجلب لك المزيد من الألام، يجلب لك المزيد من المتاعب، حتى هذا من الناحية النفسية. يقول لك علماء النفس أنت حينما يعني تتكلم بالمتاعب والألام فإنك تجلبها لنفسك. يقول لك لا تتمرضوا فتمرضوا، يعني إنسان لما يقول لك أنا مريض يزداد مرضا، إنما لما يقول الحمد لله أنا نشيط اليوم أنا جيد أنا أعيش في نعم الله، أنا في 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 رغد من العيش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبالتالي يجذب لنفسه المزيد من الإيه؟ من النشاط والتفاؤل والإيجابية والأمل في الحياة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، أشكر يزيدك الله سبحانه وتعالى، لكن إن كفرتم، مش معنى كفرتم بي لا، وإنما إن كفرتم بنعمي، لأن الله عز وجل قال وإن كفرتم إن عذابي لشديد. أنت تشكر الله سبحانه وتعالى لكن إن كفرت بنعم الله سبحانه وتعالى إن عذابي لشديد. إن الإنسان لربه لكنود، كنود معناها جحود بنعم الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات، إن الإنسان لربه لكنود يعني جحود بنعم الله عز وجل. بين التقوى والشكر.